زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت ولد، كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي له يديهم الحياة في ميلاد نجم. 4 يوليو هو تاريخ ميلاد الفنان هاني سلامة، واللي بدأ حياته الفنية بالصدفة من خلال محاولة تقديمه في شركة مصر للأفلام العالمية، وهي شركة المخرج الكبير يوسف شاهين. وهناك تم اختباره وأعجب يوسف شاهين بأدائه، وكان من أول أفلامه فيلم المصير، وبعد كده قدم فيلم الآخر وحقق من خلاله نجاح كبير، وتوالت أعماله الفنية بعد كده، ومن أهمها فيلم أصحاب ولا بيزنس، والسلم والتعبان، وويجا، والريس عمر حرب، وغيرها من الأعمال. أما التلفزيون من أهم أعماله مسلسل الداعية، ونصيبي واسمتك، وطاقة نور، وكمان قمر هادي. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول نجمنا كل سنة هو طيب. استنونا بكرة في حلقة جديدة. ميلاد نجم.